renal system. ناحية anatomy. شو نعرف عن renal system؟ مكون من ايش؟ kidneys, ureter. شو شغل الureter؟ هو transporter او هي عبارة عن قناة تنقل اليورين المتكون من الكدني لوين؟ البلدر. وفي هنا فالف على فكرة، الاصل ما يرجع اليورين والبلدر واليوريثرا. تمام؟ جوات الكدني لو طلعنا عليها نلاقي فيها كثير. شو هي الوحدة الفانكشنال يونت تاعت الكدني؟ شو اسمها؟ نفرونز. تمام؟ فالنفرون هي المكون الرئيسي في الكدني. في شغلات ثانية اسمها رينال بلفيس، طلعوا هذا التجويف اللي هو بداية اليوريتر في الكدني، بكون موجود جوات الكدني. شو اسمه هذا؟ رينال بلفيس. هذا نقطة تجمع البول أو نقطة البول بيطلع من الكدني لليوريتر، اسمه رينال بلفيس. طبعا البلود سيركوليشن للكدني عن طريق الرينال آرتري. خلص هاي أهم الأشياء. بصم زي أساميكم. هاي كيف عمليات متى بصير إعادة الامتصاص، متى بصير في عندي الابسوربشن، متى بصير الفلتريشن لكل واحد من الماكرو والمايكرو نيوتريانس. خطوها وين؟ اناتومي وبيو. خلنا بيو خلنا، ممكن اتوقع حادورنا بتوجيه خلناه. شو الفانكشنز اوف ذا كيدني؟ يورين فورميشن. ليش الجسم بخلط بيعمل يورين؟ في عندك انتيك لفلويد، شو لازم نقابله؟ اوتلوك، عشان موضوع الفلويد بالانس. غير هيك الجسم مش بيطلع ووتر لحاله، شو بيطلع معها؟ الاند ميتابوليك برودكتس او الاند ميتابوليزم برودكتس. زي مين؟ اليوريا، كرياتينين، زياده الكالسيوم، كالسيوم اذا كان زياده، والصوديوم، الالكترولايتس اذا كان زايد عن حاجتها الجسم يطلعها في اليورين. فهي ريجليت فلويد اند الكترولايتس، ريموفينج توكسيك ويست برودكتس. كثير من الادويه من وين بصير الاكسكريشن؟ من الكيدنيز. في أبعاد مصيرها intoxication في الليفر وبروح بوديها على الكيدنيز. كمان regulation of acid base balance عن طريق مين؟ HCO3-. في عندي عن طريق ال H ايونات الهيدروجين اللي إلها دخل في الكيدني، وال HCO3 اللي هو البايكربونات. وكمان تعطي الهرمونز، قبل شوي حكينا عن الأدرينال جلاند وcontrol of blood pressure. الكيدني هي اللي بتكون اليورين، والأذر سيستم هي اللي بتتخلص من مكونات اليورين زي الكرياتينين. مين اللي بتخلص منه؟ الفات ميتابوليزم، الكالسيوم، نهاية السنثيسيس أو الميتابوليزم بتاعت الكالسيوم بده يروح يتخلص من يطلع في اليورين. قلنا مين الفانكشنال يونت بتاعت الكيدني؟ نفرونز. كاركترستكس اوف يورين، من وين بقدر آخذها؟ من أي تست؟ شو اسمه؟ هاي كلمة واحدة، urinalysis أو urine analysis. فالفحص ممكن تلاقيه كلمة واحدة، urinalysis أو urine analysis. بالحالة الطبيعية قديش البني آدم بيطلع urine output؟ من 1000 ل 2000. ولو أجينا على الـ GFR glomerular filtration rate 50 وفوق واطلع. نورمال ادلت بلادر قديش الكباسيتي بتاعتها؟ 300 ل 500. بعد هيك او لما تصير تقرب لهذا الابر ليميت بصير الواحد يحس انه لازم يروح الحمام، ايرجنسي تو فويد. الكلر بتاعت اليورين شو بكون؟ يلو او يلويش اورانج سترو ارم. اليورين في طبيعته شو لازم يكون؟ اذا كان كلاود شو بكون بيعني؟ infection أو precipitation ترسبات. فتلاقيه كلاودي.
cloud urine هي indicate infection and or precipitation. Precipitation. Specific gravity حكينا كثير. قدرة اليور الكدني على تحافظ على تركيز اليورين وقديش في كميات dissolved materials. pH بتاعت اليورين من 4.6 إلى 8 عشان تحاول تمنع الانفكشن. الافريج 6. شو مكونات اليورين؟ 95% منه ووتر، الاذر اللي هي dissolvents او diluents مثل نيتروجينس ويست برودكتس، كرياتينين، اليوريا واليوريك اسيد. يوريك اسيد متى بيرتفع؟ جاوت اللي هو النقرس، مرض الجميلات. لا مش الجاوت مرض داء الملوك. زمان كان الملوك فطور وغدا وعشاء لحمه. مين من هذول انديكيشن انه في البيشنتس عنده رينال ديزيز؟ كرياتينين. لانه اذا واحد عنده هاي بروتين دايت ممكن ترتفع اليوريا، ممكن ترتفع عنده اليوريك اسيد. بينما حتى الكرياتينين ممكن ترتفع لكن سلايتلي اليفيشن. بينما اذا كانت مرتفع الكرياتينين بنسبه هناك بيصيروا يقيسوا بالنسب تلاقي انديكيشن انه عنده البيشنتس رينال فيلير اكيوت او كرونيك. لاب تيست قلنا يورين اناليسيس، يورين كلتشر. يورين اناليسيس اللي قبل شوي اخذناه. يورين كلتشر شو بتعرف فيها؟ باخذ سامبل، يورين سامبل. شو لازم تكون اليورين؟ شو البروسيجر لازم تكون؟ شو مسميها المنتصف بتاعتك يعني؟ منتصف ميد ستريم كاتش. العينة بتكون ميد ستريم كاتش. شو يعني ميد ستريم كاتش؟ بنقول له بلش اعمل يورينيشن، بلش اول كمية بتعملها فويدنج تتخلص منها. ليش؟ عشان تعمل فلاشنج وتنظف الممر وبعدين او اليورثر بعدين بتاخذ السامبل. الكونتينر شو لازم يكون؟ ستيريل. هاي اهم اشي. الكونتينر باليورين كلتشر شو لازم يكون؟ ستيريل. بينما في اليورين اناليسيس كلين تلاقيه عادي، يعني من بيعطوك اياه عادي. بلوك تيستس، رينال فانكشن تيست اللي هي الكفت، شو مكون من؟ كرياتينين، يوريا، صوديوم، نيتروجين واليوريك اسيد. راديولوجيكال ستاديز، في عندنا كي يو بي تيست اللي هي اختصار كيدني يوريتر بلادر اكس راي، الترا ساوند، ممكن سي تي ام ار اي، رينال انجيوغرافي. شو يعني انجيوغرافي؟ قسطره، تصوير للارتريز عن طريق مادة ملونة. لكن لأي ارتري؟ للرينال ارتري، سميناه رينال انجيوغرافي. رينال التراساوند قبل شوي حكيناه. رينال بيوبسي، بياخذوا خزعة. وهي في حالات دائما بيوبسي، كل ما تسمع كلمة بيوبسي اربطها بالكانسر. او يشوفوا شو التغيرات على الهيستولوجي، على تركيبة الخلايا تاعت الاورجان اللي اخذها من الخزعة. اندوسكوبي بروسيجر، ممكن نعمل سيستوسكوبي. شو يعني سيستوسكوبي؟ تنظير للبلدر. سيستوسكوبي تنظير للبلدر. بالوغرام هي شبيهه بالكي يو بي، بحطوا ماده ملونه وبصوروا اكس راي. نيرسينج اسيسمنت، بدنا نشوف الهيلث هيستوري، ساين سيمتومز اذا في عنده عن طريق الريسك اكزام، فايتال ساينز، لانج ساوند شو دخلها في الكدمة. بالضبط، واحد عنده رينال فيلير راح يصير عنده هايبرفوليميا وبالتالي ريسك يصير عنده بولمونري ايديما. فبالتالي باللونج ساوند شو راح يطلعوا؟ ايديما. ديلي ويت، هارت فيلير، رينال فيلير، هايبرفوليميا. واحد من الاشياء لازم تشيك عليها الديلي ويت. قلنا متى بتعمل الديلي ويت؟ اول ما يصحى، بروح الحمام، اخف شيء لابسه من مزنة. وين تاكل الاوت بوت بديل؟ نبلش باليورينري تراكت انفكشنز او اليو تي اي. هسه
urinary tract أو urinary system فوق اليوريثرا يعني من عند البلدر فوق الأصل يكون إيش؟ ستيريل. هي الموست أكوايرد إنفكشن اللي بتصير في المستشفيات بسبب مين؟ اندويلينج كاثيتر اللي هو الفولس كاثيتر. عشان هيك مش أي واحد بعمل فولس كاثيتر. طبعا احنا نعمل بنحكي اليو تي اي فولس كاثيتر هاي لها اختصار كوتي كي يو تي اي كاثيتر اسوسييتد يورينري تراكت انفكشن اذا كان بسبب الفولس كاثيتر. وهاي كومبليكيشن ساعتها بتخوف من ضمنها سبسس سبتيك شوك بتفوت البكتيريا على البلود ستريم طبعا اسندنج انفكشن تطلع طلوع للبلدر تطلع على الكدني ومن الكدني بفوت على البلود ستريم لانها الكدني كلياتها يورين كلياتها سوري بلاد فوت على البلود ستريم تعمل سبسس سبتيك شوك بسبب مين؟ فولس كاثيتر. عشان هيك نخاف من هذا الموضوع. اي واحد عنده فولس كاثيتر لازم الدكتور يجدد الاوردر يوميا ويكتب ليش بده الفولس كاثيتر مش انه بس والله فلوس كاثيتر ليش بدك اياه. انت كممرض معك الحق ترفض تعمل فلوس كاثيتر اذا ما كان الدكتور كاتب لك او مش عامل جستيفيكيشن للسبب. بتصير اكثر بالومن من المين والسبب اليوريثر طوله في الفيميل اقصر من المين. قلنا هاي بلدر وهاي اليوريثر قصير وهاي البلدر طبعا هاي فيميل هون الميل. قلنا من وين الاستابيليتي بتبلش؟ من البلادر فوق. في ميل قلنا اليوريثر تاعها اقصر من اليوريثر تاع الميل. فاذا البكتيريا دخلت وهي في الغالب ممكن تدخل خصوصا الايكولاي قبل شوي حكيتونا الايكولاي من وين مصدرها؟ ستول بين قوسين بور هايجين بيهيفير وايبينج فروم باك تو فرونت واحد من اهم اسباب. فكانت في اوكولاي هون طلع المسافه بسهوله بتوصل للبلدر بتعمل له انفكشن. بينما الميل اجت الايكولاي هون صارت لمنتصف طريق صار البيشنت او صار الشخص مكون يورين بده يروح حمام راح الحمام شو عمل؟ فلاشينج نظف اليوريثر. واليورين الاصل شو ماله؟ ستيريل. فانت لما تنظف اشي بشيء ستيريل شو عملت؟ او لما تحط كوب مي ستيريل مكان بمجرى شو بصير؟ تنفض تقلل. فهذا السبب انه الميلز اليو تي اي عندهم اقل من الفيميلز. ودائما لما اشوف يو تي اي بميل بخاف. فيميل بسهوله يعني اما الميل صعب يصير معاه يو تي اي. تلاقي عنده مشكله يا بتلاقي عنده ترسبات يا بتلاقي عنده اذر ممكن يكون بسبب سيكشوال ترانسميتد ديزيز ممكن او قله السوائل ممكن. ففي يعني شغلات يعني مش لازم دكاتره مثلا تقول له تيجي عليه في ميل يو تي اي كل حال متوقع بينما ميل يو تي اي تعال شو القصه؟ طب يوريثر طبعا هي اهم سبب طول اليوريثر. هسه يو تي اي حسب المكان ممكن تكون اكيوت او كرونيك سيستايتس وين؟ في البلدر بروستايتس في البروستات بالفيميل بالميل يوريثرايتس في اليوريثر. الأبر يو تي اي هاي الليس كومون لكن المور دينجرس هاي اللي بتخوف اكثر. بايلونيفرايتس انفلاميشن اوف وات؟ رينال بلفس. تتذكر الرينال بلفس بالصوره بدايه اليوريثر جوات الكدني هذا اسمه رينال بلفس اكيوت اور كرونيك. انترستيشال نيفرايتس اللي هو infection and inflammation of the kidney's tissue بالتيشو نفس الكدني. وممكن يكون في عند patients renal abscess. شو يعني abscess؟ خراج يعني عبارة pus كيس ساك في pus يا بكون جوات الكدني يا ممكن يكون peri renal abscess حوالين او على الكدني. lower UTI مين سبب تاعها؟ مايكرو اورجانيزم خصوصا ايكولور. ممكن يكون سببها inability او failure to empty the bladder completely. في عندنا مصطلحين
urethrovesical reflux أو urethrovesical reflux. هذا urethrovesical reflux يكون في عندنا مشكلة بالسفنتر تاع مين؟ اللي ما بين البلدر واليوريثر من اسمه. فالمشكلة هون patients بروح بجوح طبعا تكون البلدر فيها اللهم صل وسلم فيها يورين لأن السفنتر هذا لوز وصار في عندي بريشر. الواحد لما يجوح صح بزيد الانترا ابدوميال بريشر بيضغط على البلدر فبالتالي لانه هذا السفنكتر مش سهل مش بس الضح القحة ممكن من الضحكة ممكن من العطسة ممكن اذا شال اي اشي يزيد الانترا ابدوميال بريشر فبفرغ المثانة بيطلع اليورين من وين؟ من السفنكتر. راحت القحة راحت العطسة راحت الضحكة ولين السفنكتر هذا هو عبارة عن فالف السفنكتر عبارة عن فالف خربان برد يرجع وين؟ اليورين لورا. شو قلنا اليوريثر؟ ستيريل ولا لا؟ اليوريثر مش ستيريل. فإذا في بكتيريا رجعت لورا عملت عند البيشنس سيستايتس يو تي آر هاي شو سميناها؟ يوريثروفيزيكال ريفلكس. نفس الاشي يوريثروفيزيكال ريفلكس لكن المشكلة وين قلنا بتكون؟ من الفالف اللي هون اللي ما بين اليوريتر وما بين الكيدني. اللي بصير انه خربان الفالف وهون عندنا البلدر فيها معبي اليورين وانت شديتها حالك طبعا ما فيش مشكله انت شديت حالك عشان ايش؟ تطلع اليورين عن طريق اليوريثرا او اليوريثرا. هذا خربان الفالف انت زدت البريشر وين راح يرد يرجع؟ على اليوريتر وبالتالي ممكن تعمل ascending infection. واحد من اسباب اليو تي اي قلنا shorter urethra وين؟ بالفيميلز. ممكن instrumentation of urinary tract نعمل procedure زي catheterization for this catheter او cystectomy لتنظير. واذا رجعتوا على عملية التنظير تاعت المثانة طلعوا من وين بيدخلوا من عن طريق اليوريثرا. اذا ما كان ستيريل بروسيجر ما حافظنا على الاسبتك تكنيك راح يصير في عندنا انفكشن. بعض الاذر كونديشن زي دايابيتيز السكري وقلنا شو بيعمل جهاز المناعة؟ بيثبط جهاز المناعة السكر السكري. اجينا رجعنا لما تقدروا بدون ما تطلعوا تعطونا علاقة فضائية. بريجننسي بريجننت وومن ات ريسك لان دائما ضاغطه وممكن وفي عندها زياده في الديسشارجز كمان فاكلاتها ممكن تؤدي الى زياده الريسك للانفكشن. روتس اوف انفكشن ترانس يوريثر روت شان ترانس يوريثر عن طريق اليوريثر وبطلع طلوع ascending infection وهي most common او ممكن عن طريق through blood stream يعني واحد عنده البكتيريا فاتت على البلود ستريم من اللانس طلعت على البلود ستريم وصلت الكيدني شو راح تعمل بالكيدني؟ تعملها انفكشن. او فيستولا فروم الانتستنس بتعرف شو يعمل فيستولا؟ وصله بتصير ممكن بعض المرات استجابه للبرشر او عدم التفريغ الصحيح فاذا صارت وصله ما بين الانتستنس للمثاني مثلا شو راح الايكولاي مباشرة تروح على المثانة وتعمل انفكشن. كلينيكال مانيفستيشن ممكن تمر بدون اي ساين اوف سيمتومز لكن واحد من او من اهم علامات اليو تي اي تلاقي في عندي بيرنينج يورينيشن وفريكونسي بالفويدنج بضل يروح الحمام وكمان لما يروح الحمام ما بطلع كميات بكون دريبنج. شو يعني دريبنج؟ زي بنقر تنقيط. كمان من علامات النوكتيريا بروح الحمام كثير في الليل هيماتي يوريا في ار بي سيز في اليورين وهي ممكن تدل انه في عنده بايلونيفرايتس ارتفع الانفكشن للكيدني ممكن يوصل سوبرا بيوبيك او بلفيك بين ايرجنسي اند انكونتيننس. شو يعني انكونتيننس؟ انفولنتري فويدنج سلس بويدنج. دايجنوستيك فايندينجز
ناخذ يورين اناليسيس وبلاد او سوري يورين كلتشر وبلاد كلتشر. اذا كان البيشنت عنده يورين اناليسيس وانا شايف الوايت بي سيز وصلت مستويات عالية واحد مثلا 25,000 والاي اس ار قاعد بيرتفع، هذا البيشنت من علامات انه ممكن صار في عنده سبسس، فبروح باخذ له بلاد كلتشر اشوف هل فعلا البكتيريا فاتت على البلاد ولا لسه. ميديكال مانجمنت انفكشن شو بدنا نعالجه؟ انتي بكتيريال او انتي بايوتيك ايجنتس، وبيشنتس اديوكيشن عن طريق شو؟ تنظيف اهم شيء. اسسمنت قلنا علامات الانفكشن بين فريكونسي بيرنينج سيتويشن بكتيريا كونتينس اتسترا، قلنا معظمهم ممكن يكونوا اسيمتوماتيك ما عندهم اعراض، ممكن تكون هاي الساين او اليو تي اي تحدث بعد السيكشوال انتركورس بسبب الدسشارجز اللي قاعده تصير او كونتراسبتيف براكتيسز، كونتراسبتيفز الميكانيكال كونتراسبتيفز زي الكوندومز مثلا، او بور بيرسونال هايجين انه بيعمل وايبينج فروم باك تو فرونت، والصح شو يعملوا؟ فرونت تو باك. عمر بن الخطاب شو قال؟ معنى كلامه انه الاسلام علمنا كل شيء بما فيها طريقه استخدام الحمام، وديننا علمنا كيف الواحد يفوت يعمل بيرسونال هايجين في هيك امور. جيرونتولوجي كونسيدريشن خصوصا فيما اذا ما تكبر بصير ممكن يصير في عندهم ضغط اكثر على منطقه المثانه ويصير الريسك اكبر لليو تي اي، فاحنا لازم نضل نعمل اسسمنت لليورين الكلر الكلير ولا كلاودي، نشوف هيا شو هاي الكلمة شو مالها؟ كلمة واحدة. قلنا قبل شوي ممكن تكون كلمتين أو كلمة واحدة. يورين أناليسيس أو يورين أناليسيس. يورين كلتشر ونشوف الأذر دايجنوستيك تيست وأهمها وايت بي سي إي إس آر. تمام؟ إريثروسايت سيجمنتيشن ريت. بدل إنه في التهاب. وين ما بتعرفيش بس إنه في التهاب. وهذا بيرتفع كثير في حالات السبسس. اي التهاب بيرتفع، لكن وايت بي سي مع اي اس ار في انفكشن وريسك او يعني انديكيشن عالي انه في عنده سبسس. دايجنوسيز بين ديفست نولج، ديفست نولج ممكن عن شو الاشياء اللي ممكن تعمل انفكشن، كيف امنع تكررها، ديتكشن بريفنشن، فارماكولوجيكال ثيرابي، الواحد اول ما يتحسن بيوقف المضاد الحيوي، هذا غلط، لازم تخلص كل الكورس تاع الانتيبيوتيك. كثير في ناس خصوصا لانه اليو تي اي عندهم عالي وبياخذوا اي شيء موجود في البيت، اول ما يتحسن بيوقفوه والبكتيريا صارت ريزيستنت. كيف المطل؟ كيف المطل برا؟ ما عارف. هسا دائما من الانتيبيوتيك ادفيرس افكت انه بيقتل نورمال فلورا. شو يعني نورمال فلورا؟ بكتيريا بكون موضعها في مكان في الجسم طبيعي ومفيد. يعني هسا بكتيريا على الجلد في عندي نورمال فلورا مفيدة جدا تحارب الاذر بكتيريا، فبالتالي بتجهز مناعه. في عندي في 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 الجي اي نورمال فلورا هناك، وبتساعد على الامتصاص وبتساعد على تحويل الانزيمز، فالى فوائد كبيره. فاذا بيشنتس عنده نورمال فلورا على السكن او في منطقه ال 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 شو بسميها ضروري، يعني زي ما راحت الكلمه عن بالي شو اسم المنطقه، خلص منطقه ال سيكشوال خلص المهم انسوا النطقلياتها راحت عن بالي. جينيتاليا، ولا واحد متذكر فيه كل جينيتاليا؟ الله ذلك جينيتاليا اذا كان هناك في عندنا نورمال فلورا تمنع الانفكشن. اذا اخذت انت انتبيوتكس قلت له النورمال فلورا شو ممكن البيشنت يصير معاه؟ ييست انفكشن. شو يعني ييست؟ مش مشطوبه، انت صدقت انها مشطوبه. شو معنى ييست انفكشن؟ زي فطريات، لانه ما في عندي نورمال فلورا تحاربها بسبب الانتيبيوتيك، فبالتالي بصير في عنده بيشنت ييست انفكشن.
potential complications are UTI, sepsis. With a soft and ascending infection, rahiyamal pyelonephritis, glomerulonephritis, التهاب في الكدني, so in the patient's renal failure. Planning in the أول شيء relief pain إذا كان في pain أمنع complications أقلل discomfort وأعطيه knowledge إني أمنع كل هاي الأشياء. Intervention أول واحدة wipe from front to back خصوصا بالwomen لأن اليوريثر بتاعهم أقصر. Medications تأخذ زي ما الدكتور قال لك as prescribed. ايش هو الميديكيشن؟ ضروري جدا تعرفون انتيبيوتكس اذا كان في انفكشن، اناجيسكس عشان البين، انتسبازمودكس عشان موضوع الانكونتيننس لما يصير في سبازم بالبلدر وتفضي وفي عنده انكونتيننس او الفالز اللي حكينا عنهم مش شغالات صح، فممكن يعطوه انتسبازمودكس. ممكن نحط هيت او الورم بات على البرينيوم او الجينيتاليا عشان اقلل البين والاسبازم. واحد عنده فريكوينت يورينيشن وقلنا اذا بتتذكروا ليش بالميل رسمت الصوره هون ليش بالميل ما بتصيرش عند اليوتي، قلنا اليورين بيعمل فلوشينج. فواحد اي واحد عنده يوتي بنقول له كثر سوائل ليش؟ بدي اغسل بين قوسين بدي ازيد اليورين فبالتالي اغسل اليورين تراكت في الكامل. وكمان لانه فريكوينت يورينيشن بخاف انه يصير في عنده ايش؟ فلويد امبالانسز، فانا بزيد الفلويد انتيك تو بروموت فويدنج وبالتالي فلوشنج عشان امنع الفلويد امبالانسز. بمنع عن البيشنتس الاشياء اللي بتعمل اريتيشن مثل الكوفي، البيبسي، الاشياء الحمضيه والكحول. Frequent voiding ضل أقول أعمل frequent voiding أعمل flushing والpatient education. الله يعطيك العافية. استنى خلنا نوقف.